مرحبا بك خويا، انت توا كشاب تخدم في جمع القوارير هذه، ولات مهنه ما نعرفش هل هي اختيار والا فرضتها ظروف معينه اجتماعيا ربما. فرضتها ظروف العيش كشعب التونسي، خاطر السالير في الخدمه ما توصلش. نخدم في معمل ما شهريتي ما تقدرش، مدخول نتاعها الدخل نتاعها ما يكفيش باش نعيش عائلتي، وعندي ابوي مريض معايا ما نجمش. هذاك علاش لازم الظروف هذيا باش نخدم على الاقل باش نزيد اكثر المدخول. حسابين معنا كخدمة فيها مدخول يعني مش برشا تاع واحد عايش وكا ما نعرفش بالكيلو وما بالكيلو قداش يطلع؟ 400 فرنك. ايش تبدا وقت الخدمة نتاعك؟ بعد 13 اللي ماشي الوقت نعبي نحس روحي تعبت ازرق الوقت. ايش؟ 10 ل 11 نص الليل مرات نص حتى ماضي ساعة. تقول انت شنية معنى بالضبط؟ خدمة هني وقتية فيها مصروف و... وقتية واحد باش يزيد ما يخليش عائلته ناقصة. برشا شباب ولا يخدموا في الخدمة هذي؟ برسك الشعب التونسي برشا ماجوريتي يعب نسيه ورجيل ما يمش فين. تقول انت مثال كان جات ثم حاجة بديل تبدل الخدمة شو؟ بالطبيعة كذا الثلاثة عندي بلاصة فيها سالير ما خير واحد مضى به وسالير ما بلاصة تكون نظيفة كهاي هندية وسالير يكون أمريكي، خاطر نعمل تو ما يوصلش باش واحد يعيش 500,000 شهرية ما وغالية المعيشة ما عادش تخليك باش تعيش. تم المنحة نتاع 300 دينار اللي عطاوها للعائلة تسجلت فيها خديتها ما خديتهاش؟ ما عنديش الحق. علاش؟ عندي سي ان اس اس يعني نخدم في معامل يصب علي سي ان اس اس ما نجمش ان عايش الحق باش نخدم. متخرج كونتابيليتي. والقانون 38 هذا اللي مازال استناو فيه نتاع تشغيل اصحاب شهادة العمر. خايف لا تكون السي ان اس اس هو العائق نتاعي باش ما يخلينيش